حلقة النهاردة بتتكلم عن شعب حير كل المؤرخين وعلماء الآثار وكمان الأطباء في العالم، مقيم فوق أعلى قمة سلاسل جبلية في العالم تصل ارتفاع إلى ما يقرب من 6230 قدم في باكستان. اسمه شعب الهونزا المسلم، حقيقتهم جعلت منهم أساطير يعجز الإنسان العادي عن تحقيقه. الشعب ده بكل بساطة يمتلك الصندوق الأسود لكل أسرار الصحة والشباب، متعلمون لكنهم لا يعرفون التكنولوجيا، أعمارهم تتعدى 100 عام لكنهم يظلوا بكامل لياقتهم البدنية. شعب لا يعرف الأمراض ولم تصله الأوبئة على الإطلاق، والستات عندهم بيخلفوا لحد سن 70 عادي يعني. فلو أنت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف حكاية هذا الشعب العجيب، يا ريت تعمل لايك وشير الحلقة، ولو أنت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة. ويلا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. شو تايم. قبائل الهونزا المملكه ذات التاريخ المتشابك، فهي تقع في منطقه استراتيجيه بين 3 دول، تحتوي على اعلى قمم سلاسل جبليه في العالم، والذي تعاقب على حكمهم ملوك وامراء. تقع قبائل الهونزا تحديدا في شمال باكستان، فهي تلتقي بحدودها مع الصين وافغانستان. هذه القبيله سكنت وادي هونزا، ومن ضمن الاسماء اللي اطلقت على هذا الوادي اسم وادي الذهب، ولم يطلق هذا الاسم على هذا الوادي بسبب كثره الذهب، بل لأن الهدايا التي كان يرسلها أمير هونزا لملوك الصين في الفترة دي كانت هدايا ذهبية، وكان هناك اتصال دائم بين الصين والهونزا في هذه الفترة بشكل مستمر. ولأنهم أشداء البنيان لا يمرضون ولا يشيبون، ولم يتم تسجيل بأنهم أحد أصيب بأمراض العصر الحديث زي السرطان والأورام الخبيثة، وأعمارهم تصل إلى 150 عام ونسائهم تلد لحد سن 70، فقد اعتقد البعض أنهم يملكون سر الخلود، لذلك أطلقوا على هذا الوادي اسم وادي الخالدين. تاريخيا هناك طريق اسمه طريق الحرير، الطريق ده بيربط الصين بباقي دول العالم عبر جبال اسمها جبال كاراكورم، ويعتبر وادي هونزا أحد أهم النقاط الأساسية في هذا الطريق. عاشت قبائل الهونزا في مجتمع قبلي منغلق عن باقي المجتمعات في باكستان، وده طبعا راجع للواقع الجغرافي واللغة الخاصة بيهم بالإضافة لاختلافهم في النظام السياسي. الروايات في أصول شعب الهونزا ما زالت غامضة، وده طبعا راجع لتداخل الشعوب في هذه البقعة ذات الموقع الفريد. المؤرخين اختلفوا حول أصول شعب الهونزا، بس في إجماع بيقول إن هو خليط بين التبت والمغول وبعض القبائل الفارسية، جم من بلادهم لأسباب تجارية أو هروب من مناطقهم لأسباب مختلفة، وده بيظهر مؤكدا في شكل ملامح قبائل الهونزا. وهناك رأي تاني بيقول ان ليس جميع قبائل الهونزا هم خليط بين التبت والمغول، لان المؤرخ شيرباز هو مؤرخ مختص في تاريخ قبائل الهونزا، قال في ابحاثه الاخيره انهم خليط من الاعراق جم من زمان جدا واستوطنوا في هذا الوادي من طاجستان وتركيا. والمثير للغموض هو ان اسم الهونزا معناه متحدين في جبهه كالسهام، وده اللي خلى البعض ينسب اصول شعب الهونزا الى احدى جيوش الاسكندر الاكبر، وهو جيش أليكيجاند الدار اللي ضل الطريق في القرن الرابع بالقرب من احدى الجبال الخاصه بجبال الهيمالايا، ودي تقع بالقرب من باكستان وهي منطقه معزوله عن العالم، والبعض يعتقد انهم موجودين هناك لحد دلوقتي. الطبيب روبرت ماكرسون في احدى مقالاته عن قبيله الهونزا في جريده الجمعيه الفلكيه للفنون ارجع انبهار العالم بصحتهم الى نظامهم الغذائي، وذكر في مقالته دي انهم بياكلوا في اليوم بس وجبتين عباره عن الخضروات النيه والفواكه، والمكسرات دي كانت شيء اساسي على مائده الطعام زي المشمش المجفف واللوز والبن، وكمان بيستخلصوا منها الزيوت. وذكر برضه في نفس المقاله دي انهم ما كانوش بياكلوا لا اللحم ولا العيش ولا الملح ولا السكر، وكان مصدرهم الاساسي للبروتين كانوا بياخدوه من الحليب والبيض والجبن، وذكر كمان انهم كانوا بيصوموا 7 ايام متصله في فتره الربيع، وطول فتره صيامهم دي كان غذائهم عباره عن العصائر الطبيعيه فقط والميه، وعندهم القدره على المشي في نهر الجليدي من غير اي ملابس في فتره الشتاء البارده، لا بيتأثروا بيه ولا كمان بيحسوا بالشتاء، وهم شعب عاشق لرياضة اليوجا والتأمل بشكل يومي، ويعتبر أشهر أثر عندهم هو قلعة ألتت أي القلعة العليا نظرا لارتفاعها الشاهق. واختلف علماء الآثار والمنقبون حول تاريخ بنائها. الباحث فدا حسين المختص في آثار قبائل الهونزا أكد أنه برضه لا توجد أي كتب أو روايات تحدد لنا تاريخ هذه القلعة، لكن من خلال أعمال التنقيب تم العثور على رقم 609 مدون على أحد أبواب هذه القلعة، لكن هما في الحقيقة مش عارفين هو الرقم ده ميلادي ولا هجري. لو الرقم ده ميلادي يبقى تاريخ هذه القلعة يرجع إلى حوالي 1100 سنة، ولو الرقم ده هجري يبقى تاريخ هذه القلعة يرجع إلى حوالي 900 سنة، والروايات بتقول إن القلعة دي اتبنت في زمن الأمير شهبوش، وتعتبر هذه القلعة هي أقدم قلعة اتبنت لملك هونزا. وعن سبب بناء هذه القلعة إن أمير هونزا أحب فتاة من أسرة حاكمة في منطقة اسمها جلفت القريبة من هونزا، فأبوها بعت معهم المهندس المعماري علشان يصممهم قصر يليق بها. وأخيرا بعد كل هذه الألغاز التي تمتلكها هذه القبيلة من أسرار وإمكانيات لا تحصى، إلا أنهم شعب يعيش على معونات المنظمات الدولية،
وليس لديهم تجارة أو صناعة مشهورين بها، لكن عندهم اهتمام كبير جدا في الثقافة والتعليم، خصوصا الفتيات والنساء، ودي تعتبر من أهم أولوياتهم. ونسبة التعليم والثقافة عند الفتيات والنساء في هذه القبيلة تصل إلى 90%. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخير. وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن، وياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا حلقاتنا اللي جاية. يومكم سعيد.